سؤال، هل العذراء ملك كانت تعرف أن الطفل الذي بين يديها هو الإله المتجسد، أو كانت تعرف به وكانت تؤمن أن أنها كانت تظن فقط أنه مجرد مخلص لإسرائيل؟ لا، الملاك اللي بشرها كما ورد في لوقا 1:35، لذلك المولود منك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فكانت تعرف ان هذا هو ابن الله. واليوسفات لما قابلتها قالت لها طوبى للتي امنت بما قيل لها من قبل الرب، يعني هي امنت